في مدينة الرياض سترفع حديقة الملك سلمان من مستوى جودة الحياة. ستكون الحديقة غابة خضراء بأكثر من مليون شجرة. للوهلة الأولى قد تبدو الفكرة مستحيلة، فكيف يمكننا تحويل أرض المطار الصحراوية إلى غابة خصبة ومزدهرة؟ في البداية سنقوم بإعادة تشكيل التضاريس الطبيعية وتصميم الحديقة في شكل وديان عميقة وواسعة تتصل بالمدينة لتوفر مأوى من الشمس والرياح وتؤمن العوامل المناخية الملائمة لنمو النباتات. ثانياً سنقوم بإعادة هندسة التربة عن طريق تكسير طبقات الحجر الجيري القاسي وإضافة المكونات الضرورية التي يمكنها الاحتفاظ بالمياه والعناصر الغذائية للنبات، كما ستعمل إضافة الكائنات الحية الدقيقة على بناء تربة عميقة متجددة ومستدامة تحافظ على الحديقة للأجيال القادمة. ستتم معالجة المياه لتصبح ذات جودة عالية ودرجة حموضة منخفضة، وستوجه كل قطرة بشكل مباشر إلى الجذور لتقليل تبخر المياه. تقع الرياض في صحراء بمناخ شبه استوائي حيث لا يعيش فيها سوى النباتات القادرة على تحمل الظروف المناخية، ومن خلال إعادة هندسة البيئة في الحديقة يمكننا إنشاء أنظمة بيئية متنوعة تتلائم مع العديد من أنواع الأشجار والنباتات، مما سيتيح لنا إنشاء غابة تحتوي على أنواع عالمية داخل حديقة الملك سلمان. فبتوفير العوامل المناخية المناسبة وإعادة هندسة التربة واستخدام وسائل الري المبتكرة، سنقوم بإنشاء غابة خضراء مستدامة لنثبت للعالم أنه يمكن زراعة غابة في الصحراء.